معانا تليفون يا دكتور، نبتدي بقى نلبس السماعه كده. ايوه الو. ايوه مساء الخير، ازيك يا استاذة مريم؟ اهلا بيك، ازيك عامله ايه؟ مين معايا؟ ملك. اهلا يا ملك، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. انا الاول كنت عايزه بس اشكر حضرتك على ان انت بتجيبي برامج حلو قوي، ربنا يخليك. بتجيبي مواضيع بجد تحس ان انت يعني حاطه مايك كده في قلب الشقق، بتشوفي الناس بتتكلم فيه بجد. طب الحمد لله، يعني يا رب اكون عارفه اوصل لده. بس قولي لي انت اول ما سمعتي النهارده البرنامج حسيتي ايه؟ عايزه تسالي في ايه؟ عايزه تستفيدي من الدكتور ازاي؟ بصراحه انا فعلا كنت محتاجه ان انا اتكلم مع الدكتور في ان انا فعلا عندي مشكله ان والدي الله يرحمه متوفى. من ساعتها وانا حاسه ان ما عنديش احساس، فاهماني؟ اوكي، المشكله يعني دي مطوله يعني معاكي، حاسه ان انت مطوله جدا. يعني حصلت حاله ولاده، كنت بضحك مع الدكاتره وبهزر ومفيش اي حاجه ولا اكني بولد، لدرجه ان الدكتور وراني منظر، يعني منظري وانا بولد، منظر طبعا منظر وانا بولد، شكل جسمي بولد. ولا اتخضيت ولا عيطت ولا جرى اي حاجه. طيب حاضر، هنسأل الدكتور هاني وهرد عليكي. ميرسي جدا على تليفونك. عايزه اعرف من الدكتور هل كده ممكن، يعني انا كده مستحقين ان انا فعلا اروح في العياده ولا لا؟ دي حاجه بسيطه. بصي انا مش هقدر اجاوبك اجابه كامله، انما اذا كنت انت حاسه ان دي مساله معذباكي، مضايقاكي، مستغربه نفسك، ولا الناس بتقولك كده، جاوبيني. سمعينا؟ لا انا اللي مستغربه نفسي. يعني انت اللي مستغربه نفسك، يبقى فعلا محتاجه انك انت تتكلمي مع دكتور. يعني انا بخاف على ابني عشان بس ما يعياش ويقول انا السبب، مش عشان انا ابني والمفروض. يعني بالتعبير كده المشاعر تبلدت، تجمدت. حاسه بحس ما عنديش اصلا مشاعر خالص. لا برضو يستحسن انك انت تعرضي نفسك على حد، وحاجه زي كده ما بتاخدش وقت في العلاج، يعني ما تقلقيش. بنشكرك جدا على تليفونك، وانا بشكرك جدا ان انت بجد اتكلمتي في الموضوع ده، لاني فعلا موضوع الطب النفسي ده يعني بيبقى كمان حاجه الواحد ما بيعرفش يتكلم فيها كتير. صح. لا يعني ان شاء الله دكتور هاني يكون كريم معانا ويشرفنا اكتر من مره هنا معانا في البرنامج نستفيد منه. بشكرك جدا حبيبتي على التليفون، وان شاء الله تكوني في احسن حال. شكرا. طيب ماشي، ممكن بس اطلب طلب تاني؟ اتفضلي. ممكن اطلبك تاني بعد الهواء اعرف الدكتور عيادته فين؟ طيب حاضر ماشي. شكرا، ميرسي، مع السلامه. لسه بنكمل كلامنا مع حضراتكم، وعلى فكرة هي الجزء اللي هي بتقوله ده برضو ممكن يبقى موجود عند ناس كتير قوي. في ساعات بيحصل موقف تلاقي مشاعرك اتغيرت من بعديه، يعني قبل الموقف ده كانت حياتك حاجة وبعديها بقت حاجة تانية خالص. هو فعلا، ولكن ده موضوع ما ينفعش يتجاوب في إجابة صغيرة. صح، ده عايز ده موضوع حلقة كاملة. صح، تبلد المشاعر بأنواعه وبأسبابه، لأن دي هتلاقي بقى وراها دوافع، علاقتها بأبوها كانت إيه، ارتباطها بيه، كل حالة بقى ليها كل حاجة بالظبط.